هكا نحاول نشري الحاجه كتاكلها غير شويه وصافي، ماشي شي ماكله، ماشي شي ماكله حتى كتوقف، ما كتاكلش كاع، ما كيوصلش حتى مصارنا، ولا كلات تتجيف. قالت لهم هاد السيده اللي ساكنه في السطح هي اللي تستاهل، كيتستاهلوا غادي يكونوا هاد الحرام دوك الخايبين هما اللي كيتستاهلوا. شتي راكم ماشي واحد السيده دارت لي هاد البرشا، انا راكم خصتي قصتك ويدخلوا ليا المثال داخل. كيطلعوا على والو، على كذبه كيتخلصوا، كيشدوا الفلوس مدوبله. انا ما عمري ما تخلصت، البنت كبرت حقها ما حقها، الكفيل ديالها مات، صافي خرجوها. فاطمه ها هي دابا ولات شويه نوبه تمشي لها الريزو، نوبه تهضر، نوبه والو كاع، الماكله والو ما كتاكلش، هذاك الشيء الجاري بحال دانون بحال السميده بالحليب ولا الشعريه رقيقه ولا هذيك الرفيسه بالخبز والكسكسو، ما بقاتش كتتحمق على الشفاج والكسكسو والطعام، داك الشيء اللي درتو كتاكلو دابا والو، كتاكل حتى حاجه. هذاك الشيء الجاري بحال دانون بحال مسكوتة بحال الشعريه كرقيقه بحال صافي، هذا هي الماكله ديالها وبالدراع مش كتاكل. دابا راه شربت لها واحد الكاس ديال العصير ديال الباربا بالليمون، شويه شويه وصافي. ها هي دابا انتم كتشوفوا دابا ولات تحني بزاف، ولات كتحني بزاف، كان كيطبق لها الراس، شوف بحال مضروبها الراس كيطبق لها كيتشق، عمرني ما شفت الراس ديالها كيتشق بالدم، ولينا كنكرطوا لها الراس دابا. الا ما يمكنلكش هذا تحسني لها غير شويه في البرد، كنحسنوا لها غير شويه، ودابا في الصيف تنكرطوا لها باش ما كتعذبنيش في الغسيل، الغسيل ما تخلينيش نغسل لها بالدراع، كنحكوا ليها جهه بجهه، كنغسلها في وسط الكريصه، ما نقدرش عليها دابا، ولات يدي ولات كضرني، عندي العصبه ولات كضرني حتى انا يدي، هي يدي منفوخه دابا. لا والو دابا تنهضر ما بقاش كتهضر كاع، دابا حتى داك الكحبه ديالها، الكحبه ما عرفتها عندها الصدر، ما عرفتها مخنوقه، دابا اللي شربت الماء كتجيف، شربت الدانون كتجيف، اللي كلاتو كتجيف. دابا الدواء اللي كنعطي لها مع الدانون باش ما يجيفهاش، مع الكينه عندها غليظه، وكنقولوا كل نهار وكل نهار ونهار وصافي، نوبا شويه نوبا والو، نوبا شويه وهي غاده، وشويه شويه شويه واحد نفس يصيفطوا لي الله يخلف عليهم، اللي كيصيفط الله يخلف عليه، واللي ما كيصيفطش كيسول عينه الله يخلف عليه، واللي كيسول عليها ويسول عليا الله يخلف عليه، الله يجازيه بخير. هادشي اللي كاين، ما داش نقول بنادم عطوني بالسيف، يعني دابا الناس كيقول لك راكي كتخلصي، وانا ما كنتخلصش، عندي 7000 ريال هي اللي عندي، هي دابا راه باقي ما قبضتش دابا شهرين، باقي راه زادوا لي عليها شي حاجه، كلشي كيعطوني 7000، وديك 7000 من تنقبضها، نشري منها الدواء، نشري منها ليكوش، ما تاكلش، ما تاكل كبيدها، ما تاكل الحيمه، ما تاكل كفته، ما تاكل بيضات، ما تاكل، ما يمكنش. خصني حكا نحاول نشري على حاجه كتاكلها غير شويه وصافي، ماشي شي ماكله، ماشي شي ماكله حتى كتوقف، انت وخاطرك تاكل غير شويه، كاين بعض الخدمه ما كتاكلش كاع كترمي، يعني ندفع لها بالمعلقه وهي كتزاوط، ما كتاكلش كاع، ما كيوصلش حتى مصارنا، ولا كلات تتجيف. قبضتها الرانديفو سولات فيها الطبيبه ديالها، قلت لها شري في فاطمه الزهراء مريضه، قالت لي راه كي درتي لها ديك النهار لي ريم، فجرت لها لي ريم، داك لي ريم ما باين لها حتى حاجه، قال لي ما في، قالت لي هي ما فيها والو، بعد لي ريم صافي البنت ولا تاكل، كان جاها هي الصرع، جاها الكريز، وداك الكريز جاها الصرع، داك الصرع عصرها، عصرها مزيان، هي باش يمكن أنا قلت واقيلا باش ولا تاكل، ولا الدواء ولا الله أعلم، معرفش أي شنو، فين هو الطبيب؟ دابا خصك دير لها التحاليل، سيري ديال الفاس، سيري، وأنا ما عنديش المعدلات ديال الفاس، وخصك تنعس معاها، وخصك بزاف الحوايج، أنت دابا ديتي غير الحومة وقلتي لهم راه كتخنق، هادوك سيري دير لها التلفازة. سيري ديري لها السكانير، سيري ديري لها هادي، والراميدة إلا ما كانتش عندك الفلوس صحيحة، الله لا شافو فيك، واخا بالراميد، برماد عادي غي دوزو لها وقولها سيري تنعسيها ولا شري لها الدواء ولا، صافي، أنا غير بغيت ندوز لها على الصدر والحنجرة، دابا كتخنق، دي كلاتو كتجيف، دي كلاتو كتجيف، كما الخطات كتكحب، كيجيها بحال شغل الضيقة، بحال بغالي بغا يمشي لها، بحال بغا يمشي لها الحلق ديالها، كتشهق. شي هذا ما كتحمق عليا دابا، الا ما نوضتها ما كتنوض، وبعد خطات كتبغي تنوض كطيح، ما عندهاش القوه باش تنوض والو، ما عندهاش القوه ما عندهاش، غير ملي درت لها ميجا هذاك الصرع اللي ولات هكا.
صافي البنت قطعت الهضره، واش من دي باكي يمجهدها شويه عليها، راه بحالها بحال خوها، راه كتهو تشربها، هي كتشرب جوج، حبه في الصباح وحبه في الليل، عاد قرضينا عندها قرضينات اربعه، عندها ثلاثه في الصباح وثلاثه في الليل، جوج قرضينات ودي باكين، جوج قرضينات ودي باكين، عندها سته ديال الكينات في النهار، ايه هي هذيك سته ديال الكينات، ثلاثه ثلاثه، ثلاثه في الصباح وثلاثه في الليل، ثلاثه في الصباح رسميه، ما تمنك لا حتى وحده، وخلاص الولد الاخر كيشرب وحده. لا بعد الخطره دابا راه عطاو لي داك فاش تقطع في كورونا باكيه، ولاو كيعطيوني باكيه، كنت كنشري باكيه 5000، 2300 للولد و 2300 للبنت كل شهر، هادي عندها بلا شهر كتكملها شي شهر، والولد عنده شهر، دابا ولاو كيعطوني باكيه، دابا كنشرك لهم كنحل غير باكيه وحده، هما بجوج، ملي كتسالى لي كنحل الثانيه، جوج ولاد والخدمه والو، كنت كنخدم يدي ولاد كضرني، الله كون شي سيدي راه شريت لي الماكينه ولا قصتي ما تعاود، كنخلي الحوايج حتى كيتجمعوا ليا عتنصبن عليهم، عتنصبنهم، وكنشكرها دارت فيا خير كبير، ماشي من هنا هي، دارت فيا خير كبير، ما بقاش فيا الجهد ديال الخدمه، والجهد ديال الدار، جوج مرضى، انا غير بوحدي قلت لك راه تنعيا هنا في السطح، تنعيا هنا توكلي، خصك ترولي، خصك ديرها الخاطر، خصك تخرجها من الكراسي، خصني نزالك، كيهزها لي الولد الاخر، الا ما كانش انا تيهزها لي خوها، ولا ما كانش هو كنتعبز معاها هي، دايما نطيح انا وياها بجوج في الارض، كرفصه معاها وتتحماق عليها، الفم عاد يقول ماما تدي لي غير بيديها وصافي، فين يا ماما؟ فين يا ماما؟ فين يا ماماك؟ فين هي؟ ماما فين جيه؟ فين جيه؟ هاطوما اش تعض بقا تعض يدك، بقاش عض يدك، تيقولو غي تنكوي واش هو العضان شنو دار لي في يديها، العضان انت، دابا راه ولات شوية دابا، قالك البنت كبرات حقها ما حقها، الكفيل ديالها مات، صافي خرجوها، فاش مشيت عندهم قلت لهم زعما قولوها لي، صيفط شي جمعية أخرى ما فيها حتى حاجة، عطوني الدوسي ديالي مشيت لجمعية أخرى، ولا تكلفو نتوما، قالك حنا ما عارفين حتى جمعية، قطعو عليها الموضة. يقولوا كيقيدوا غير دوك العزازه الصغار، دوك الايتام الصغار اللي مخلين والديهم ربعه خمسه سته وكارين، هما اللي ولاو دابا تيقيدوا وتيقراو، هادي يقول كدر ما كتقراش والله ما تقرش، كانوا نافعين بليكوش وبالعيد وبالقفاض رمضان، كيعطيو واحد الكفاله من شهر لشهر ولا ثلاث شهور تيعطيوها الا جا شي محسن كبير، صافي دابا شنقول لك كل واحد اش كيعطي، مول 3000، مول 4000، مول 5000، مول اللي زعما غير من هنايا غير المحسنين، والولد ها هو انت كتشوف دابا 3 ايام هادي ما خدم، ضروه الله يجيك السنان، ثم عندي ما ندير لك، ما حاولتيش عليهم بالحلاوه، الولد ديالك كان تياكل الحلاوه بزاف، شي قرعه د الكوفيتير تضربها بالمعلقه، هذا اللي قالت في الدور بالمعلقه تضربها، تقلب على الكوفيتير ولا الشكلاط كلقى غير القرعه خاويه، ها هو دابا ضروه الصلاه وقص الله. تنقول محسنين تيقولوا لي الناس كتخلصوا، انا ما كنتخلص الشاي، قالوا لي شي وحدين قال لك خصك تقبطي شوفي شي حد اللي يصيفط لك الاورو من الخارج وتبداي تخلص، انا عام دابا هذا باش درت هذا الشيء، عام كان دابا دول كيطلعوا على والو على كذبه، كيتخلصوا كيجدوا الفلوس من دوبلا، انا ما عمرني ما تخلصت كيما راه ما كنتخلصش انا كاع الكفل 7000 ريال تنقبط من عند البنت ديالها، ولا كان شي محسن كيزيد لي عليها ديك 7000 ريال تدويرات من الناس هاكا، كل واحد علاش قد، كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش كاين، وهي اللي يعطيو ما عياش اللي يقبض، فهمتي اللي عاد يقبض ما كيعياش، واللي عاد يعطي راه تيعيا، شحال قد بنادم يعطي، كون دابا كون غير يحولوا علينا ويديروا علينا تا داك سميتو ما كيبارطاجيوش، ما خصهم يبارطاجيو بيناتهم ويعطيو لهذا ويعطيو لهذا ويتفرجوا ويشوفوا، كل واحد، انا واحد السيده من الخارج ما تنعرفهاش، قالت لهم هاد السيده اللي ساكنه في السطح هي اللي تستاهل، كيتستاهلوا غير دوك ولاد الحرام دوك الخايبين هما اللي كيتستاهلوا، قالك علاش ما تستاهلش هادي المكرفصه في السطح؟ شتا راكم شي واحد السيده دارت لي هاد البرش، انا راك قصتي قصتك وراه يدخل عليا المثال داخل، بيت واحده انت كتشوف كطيب لهيه هذا غير درت هاد الكويزينه، كطيب كتاكل هنا كتنعس هنا، هاديك خلاص داك البيت راه ديال الولد، تيحن علينا الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي.
جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.